صباح الخير. ايه سهرانة ولا صاحية بدري؟ ده كويس. انت زعلانة بجد بقى؟ ايه البواخل اللي على الصبح دي؟ جايالك جايالك شوف المريضة بس. ايه يا حبيبتي عاملة ايه النهاردة؟ يعني هبقى مبسوط يعني عشان ما شفتكيش امبارح؟ انا اكيد كنت مجنون في الشغل. ثانية واحدة خليكي معايا. صباح الخير يا رجالة. تاكلوا ايه؟ مش قادر يا فريدة، حاسس ان انا جعان بالغباء. لا ده انت مصممة على قفش بقى. ايه لخبطة انت يا بت؟ لو قلت بت تاني هسيبهم عليك، تصدق بقى؟ شخصيتها قوية قوي البت. شخصيتها قوية قوي. ايه الاخبار؟ صباح الفل. صباح الورد. والله العظيم ما اقصد دي فيرو. ازيك يا بت؟ سمعتي طبعا. ها قلت لك صباح الفل. صباح الفل. عمر يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي عشان تلحق تفطر وتغير هدومك. حالا يا ماما. خليكي معايا يا حبيبتي. هو الناس جوه ايه؟ كلهم صحيوا. والباشا مودو عامل ازاي؟ فوضى 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 فوضى. معلش يا حبيبتي خش اشوف مود الباشا واكلمك. يلا سلام. فوضى صباح شريف يا باشا. اهلا يا عمر. اتفضل يا باشا. اخبار الدنيا ايه النهارده؟ فوضى فوضى على الاخر. فوضى هنعمل ايه بس؟ حماك كلمني امبارح. حبيبي كان عايز يا باشا عزمنا على الغداء يوم الجمعه. النهارده الاثنين ثلاثة اربع خميس وما نلحقش يا باشا. تلحقش ايه؟ هو انت اللي بتطبخ يا باشا؟ ما لحقش احضر له جرعه الحب، محتاج شحن اسبوع يا باشا. حبيبي خلاص بقى، عيب بقى ما صحش. اللي تشوفه سعادتك. بس انا برضه مخنوق منه للاخر، بس يلا عديها له. ده حماك يعني؟ كله على الله يا باشا. يلا استاذن سعادتك بس اطلع اخد دش وانزل في السريع. اتفضل يا عم. تعليمات سعادتك يا باشا. لا مفيش تعليمات ولا حاجه. امر يا باشا امر. اتفضل يا عم. ماما خلود ده صحي؟ مش عارفه. بص على نفسك كده يا كنابي يا عمر. يا سلام ده حبيبي. يا نايم. خليل اسمع يا عمر فكك. اصحى دكتور بقى. همشي واسيبك يا عم؟ امشي. انا اصلا هروح الجامعه بتاكسي، وبعدين اخدش الدكتوره لسه. معلش انت بتكلم اخوك الكبير بالطريقه دي؟ اه ده انت نهارك مش فاهم. اوه بقى خد الغطا اهو. خد اهو قوم خد الغطا اهو اهو. اعمل ايه؟ اعمل ايه انا؟ اهو اهو بس يا معلم انا كده كسبان. قوم لك من السرير. يلا بقى يا كبير. يلا بقى يلا. صح صح كده. بس وشك كده يلا احسن بس كبير. صح النهارده مود وفوضى. فوضى صباحك زي الفل يا فندم. صباح يا باشا. ست ام منى جوزها نام عليها من الطلاق من 3 ايام وحالتها كرب وتصعب على الكافر، ويعني النبي وصى على 7 جار. قلت هبقى جنبيها يعني اليومين دول كده اساعدها حتى في لقمه العيال. اهو يا باشا هي اللي اعترفت قدامك. اشهد يا حكومه الوليه سايبه جوزها حبيبها وراح تاكل عيال الجيران. اشهد يا حكومه. ما توطي صوتك يا بني ادم. ايه اللي افترى ده يا ابني؟ انت ايه؟ تبطل على النعمه؟ مال الفول بالقطة؟ ها؟ مش تعملي كويس؟ تعملي كويس يا بنتي؟ وهو والله يا باشا. عيب عليك يا باشا، ده انا اللي معلماه. ايه رايك؟
ما ترد. اللي تشوفه سعادتك. عندك عيال؟ يا باشا خاف ربنا فيها. عايز تقعدي عند ام منى كام يوم يا بنتي؟ ده هما يا باشا والله قد ساعه ساعتين في اليوم والله يا باشا. يومين ده لو انت عايزه تسامحيه. ربنا وسع سبع جار. كان جوزك اهم عبيطه. خلصنا بقى من المواضيع دي. تمام يا فندم. قدر الله ما شاء فعل يا باشا، والله هم اللي خسرانين. عموما معالي الوزير الجديد كفء وتاريخه مشرف ويستاهل. حضرتك اللي قلبك كبير ومتواضع. ربنا يقدره على الحمل الكبير اللي هو مكلف بيه. مهما حصل الوزارة كلها عارفة قيمة حضرتك وأهمية وضعك لمؤسسة الأمن كلها. ما تنساش تبعت بوكيه ورد كبير باسمي لمعالي الوزير الجديد. تحت أمرك يا باشا. أي أمر تانية؟ شكر يا ابني. أستأذن حضرتك. الو. ايوه سامي. لا لا ما فيش حاجه الحمد لله كويس ما فيش حاجه. انا بفكر ان انا ارجع بدري النهارده. طيب انا هتحرك دلوقتي نتقابل في البيت. مع السلامه. مع السلامه. يا سلام يا سلام يا سلام. وانا اقول التليفون بيرقص ليه يا مزة؟ عامل ايه يا اجمل زوزو في الدنيا؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا مزة المزز كلها؟ ايه بامية باللحمة الضاني؟ ده انت جامدة قوي يا زوزو. ايه الحلاوة دي؟ لا 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 اصلا النهاردة طالبة معايا حاجة ارديحي قوي. فول بالطماطم، تلات عيون بيض كده مكحرتين مية مية. الحاجات الورديحة دي نفسي جاي عليها قوي يا زوزو والله. معلش بقى يا هانم. مش شاكرين قوي يا باشا. ثواني يا هانم. يا هانم احنا دايما في الخدمة. السلام عليكم. سلام. معاك يا معلم. بقول لك ايه؟ فاكر الخيمة الرمضانية اللي كانت معمولة في النادي عندنا السنة اللي فاتت؟ تقدر تعرف لي الشركه اللي كانت منظماها؟ لا يا عم انا بتكلم على اللي عاملين الديكور وجايبين البياعين بتوع الهريسوس والفول والكلام ده. اهو انت كده ما حدش يستفيد منك بحاجه يا عم. ايوه ماشي هكلم راضي يا عم. يلا سلام. صباح الخير يا مهندسين. صباح النور. صباح النور يا باشمهندسه. على فكره باشمهندس كامل سال عليك من شويه. لا بدري قوي الكلام ده. احنا جينا لقينا والله. اوكي